السلام عليكم خوتي المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، تنسلم عليكم وتنحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نبدأ طلبوا الرحمة وطلبوا الخوتنا السوريين والترك، فيهم المسلمين فيهم المسيح فيهم كل شيء، البشرية أجمعين. الله يمسكين، الله يفك الكرب ديالهم، ولا إله إلا محمد رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تتبات شأن وتصبح شأن. هانتوما شوفوا شنو وقع. الإنسان يحاول يقرب من الله شوية ويتقى الله في نفسه وفي الناس، بحال هادشي اللي ولينا تنسمعوا دابا في هادشي اليوتيوبرات، ولا غير المعيار، ولا غير الزبال. عرفتي تتلقايها مرأة كبيرة وراجل كبير وما تيحشموش ما تيحشموش، تيدخلوا لبعض القنوات تيطيحوا الهضره. انا والله انا قسما بالله زعما تنقول الحقيقه، انا الفيديوهات اللي تيطيحوا الهضره واللي ما تيهم اللي ما تيفيدونيش ما تندخلهمش نهائيا. بحال هذاك اللي ماتلو مراته، هذيك البدويه، خوتها، عائلتها، قسما بالله ولا تندخل عندهم. القلب ديالي تيوجعني باش نسمع لهم الصوت ديالهم والهضره ديالهم، واخا يهضروا على الصح ولا ما يهضروش، سبحان الله تيجيب لي الضجيج في العقل ديالي، ما تيعجبونيش. نقول لكم الصراحه والله ما تندخلهم. بعدا الحمد لله هاد النقطه فيا، ولاش كنت شي واحد تنتبعو وشفت شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، صافي. بحال وحده خارجه للشارع تطيح الهضره وعندها ولادها، وواحد عاوتاني هكاك الفلوس عمات لهم البصيره، بحال هذيك اللي ماتت له مراته. هذاك الله يستر كان دايزه فيه صدقه، كان تيسعه، كان السيد ما عندوش، شنو عطى لهم ما نعرف. وعاد قال لك المحسنين هما اللي عطاه وهما اللي شراو له، وشرا قال لك الفيرما، هذيك ماشي فيرما، بلاد عاديه. واش فيرما ب 7 مليون والناس الناس يقول لك الفيرما، وشاري الطوموبيل وبخير وجوج وما هماتوش المراه ديالو نهائيا نهائيا، المراه ديالو ما هماتوش. بحال اللي ماتتش كلبه وبنت خالته، السيد تابع الفلوس. هذاك الانسان راه يقدر يدير اي حاجه. وتنطلبوا الله سبحانه وتعالى الله يبين الحقد هذيك المراه ولهذوك الوالدين ديالها، وكيفاش هذوك البنات هذي يفيقوا وينعسوا ويفيقوا ويلقاو امهم ماشي قدامهم. حسبي الله ونعم الوكيل، هادشي اللي تنقول. وبعض القنوات لا حول ولا قوه الا بالله، انا تنقول لبعض المتتبعين، راكم نتوما اللي تطلعوهم، نتوما اللي عاطينهم قيمه. الناس بدات تشوف الفلوس، ما بقات تشوف لا اختها ولا جارها، ولا ما بقاوش يخافوا من الله سبحانه وتعالى. وكثر في هاد العواشر، في هذا شهر رجب، وجاي شعبان، وجاي رمضان، الناس تيقيلوا الليل كامل هما في اللايف وهما في المعيار. ومراه كبيره، مراه كبيره يا عباد الله، تتعيب وتيشهدوا في واحد الحاجه ما شافوهاش. شوف غير سوريا شنو وقع لها، وترك شو مساكين تحت الارض بالاطفال ديالهم بالديور بكل شيء، مشى تبكي عليهم الدم، ما تنقدرش تنشوف فيهم. والناس كاع ما مهوله، ما كاع ما جايباش الدنيا اخبار، وزايدون هادو اللي تيجمعوا الفلوس من اعراض الناس، راه تياكلوا غير السحت، كلام شرابهم حرام ولباسهم حرام وكل شيء حرام في حرام. بحال هذاك اللي ماتت مراته، من اعراض الناس، من اعراض الناس. اش دوز على القناه مربوحه اللي في ودرباله، راه مسكينه وما تتجاوبوش، راه هذاك الصلاه الفجر خرجت فيه ما رحمهاش، ويتعاير ويضرب في الاعراض. تجاب ربي اللي فضحو، اللي خبع الزواج ديالو 14 سنه، ومراه ما عطيهاش قيمه، وتتخرجها خالتها 9 في الجوامع في 27، وتتخدم في الديور، وهو الفلوس اللي كان يجمع جمع جمع. وغادي نشوف لك يا اللي مراته ماتت، نشوف هاد الفلوس شنو تدير لك. شوف غير الفضيحه وهاد الكارثه اللي انت فيها، لا انت ولا عائلتك، ولكن الله يبين الحق. وهكاك وباقي تتهضر وماتت، وانت داير اللايف، والله ما مخلينها 3 ايام وهي تتقطع. في التالي دفنتوها بلا والو، كاين تشريح، وهي المراه ماتت مسمومه، ماتت بالسم. شكون هذا اللي دار لها السم؟ تنطلبوا الله سبحانه وتعالى يبين لها حقها. والسلام عليكم، ونبداو الغدا ديالي، والله ياخذ الحق في كل واحد. وتنقول لكم اللي تسمعني، ما تدخلوش القنوات اللي تيزبلوا
وبحال هذاك اللي ضحك على هذيك اللي في اوروبا، حتى انا تلوم حتى هذيك اللي في اوروبا، مرا كبيره وعاطيه الفلوس باش تجوج، ولا حول ولا قوه الا بالله، وهو لعائلته نكر كل شيء، هذه تحاسب عليها يوم القيامه وما غادي يفرحش في الدنيا. قالك الله سبحانه وتعالى الا ما شديتش حق المظلوم انا الظالم، والظلم ظلمات يوم القيامه. يلا اليوم غادي ندير دويزه، هانتوما عندي الخضره، عندي اباول وجلبانه، وهذه راه بطاطا المحفوره واللفت والقوق، جوج قوق. غادي نجيب الطويجين ديالي، ها هو غادي نرمي الخضره ديالي هكا، غادي نحط جوج قوقات هايدا، غادي نشل البصيله، هذه عندي بصيله بلديه غير هكا، انا ما تنديرش اكثر ديال البصله، غادي ندير غير هاد الشويه هذا. وانتوما غادي نجيب الربيع، ها هو حطيت الربيع، عندي المندوز هذا جاف، انا اكثر تنشف الربيع كامل، تنجيب مطيشه نص مطيشه حكيتها، تنشد الثومه، انا عندي الثومه تنقوي الثومه، تعجبني ماكله الثومه، ما انا عندي الطانسيو. والمهم انا غير بوحدي، انا تنعيش بوحدي، ما عندي حتى شي واحد هنا، كلشي تبارك الله، كانت الدار عامره، وكل واحد سهل عليه ربي يتزوج، جوجو ومشى ولا ولادي لا والو، تنعيش في طنجة بوحدي، ما عندي حتى واحد من غير ولاد بلادي اللي كاينين هنا. ها نتوما، وتندير كاس زيت صغير زيت العود، ها هو. ودابا غادي ندير التوابل، ها نتوما ندير مليحه، مليحه على حساب الذوق، ها نتوما غادي نعمل شويه ديال الكمون، شويه 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 ماشي بزاف، غادي نعمل شويه ديال الخرقوم، ها نتوما غادي نعمل فلفله حمراء، انا ما تتعجبنيش الفلفله حمراء بزاف، تندير شويه، ها نتوما البزار غادي ندير غير شويه، بان ما تعجبنيش البزار بزاف، البزار ماشي صحي في الحقيقه، هذه دويزه نتاع الفول والجبان وداكشي، اكثر تتبغي الكايمون. ها نتوما تنبقى نحرك التوابل كامله، يلا غادي ندير الطويجين ديالي، الغداء ديالي بسم الله. ها نتوما ديروا هذه الطريقه تتجي زوينه، ثم صافي غادي ندير فيه شي مقيطه ديال الماء، ندير هاد الفليفله هنا، ها ثم صافي غادي نقص عليه وغادي نغطيه وصافي، منين يطيب غادي نوري لكم كيفاش جا الطويجين ديالي. وبصحتكم وراحتكم، وشكرا على المتابعه، و يلا حتى يطيب ان شاء الله وغادي نرجع لكم. ها نتوما الطويجين ديالنا، المهم هو تيغلى، المهم نسيت ما قلت لكم، اللي بغى يدير فيه السودانيه يدير السوداني، انا ما عملتش السوداني نسيتها، عملتها هو الحار، من بعد عاد عملت شويه السوداني، وهو دابا غادي يطيب، ودابا غادي شنو ندير له، غادي نغطيه وغادي نقص عليه البوطه، تا دابا نقص عليه غادي نسد عليه حتى يطيب، غادي يجي مشحر، ومن بعد منين يطيب غادي نرجع لكم. لكم البنات ها نتوما ها الطاجين ديالنا وجد، ها دابا حطيته ها هو برد، ها نتوما ودابا الخضره اكثريه في هذا الوقت الواحد يكثر من الخضره، واخا الخضره راه دايره تبارك الله راه طالعه طالعه للسما، كلشي غالي، الله يستر يا ربي، الله يكون مع المسكين، هادشي اللي غادي نقولو، الله يكون مع المسكين واللي عنده الوليدات. المهم انا تتعجبني اكثريه الخضره، ومع دابا الشلاضه برد الحال، الانسان يدير البقوله، خيزو، جعده، تنقولو حنا الشمال جعده، مشرمل، هذا هو دابا اللي تنكل في هذا الوقت، ودابا هذا هو الشكل النهائي، يلا ان شاء الله فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. انا كل واحد عنده خيره في دارو، كل واحد عنده رزقه في دارو، دابا غير بغيت قلت شنو شاركوا معايا. يا هذيك مشيت كان عندي القصبور، ها هو كنت غسلته وقطعته، نشف ليا بيت ليا اللي كامل ناشف، درته فوق الطبله وقطعته، دابا ومنين الخبز خبزت الخبز، الفران كان سخون دخلته، ها نتوما جاف،
عرفتي صحي احسن من الربيع في الفريغو. حقاش دابا الربيع الا درتيه واخا ديرو لتحت دغيا تيصفر. هانتوما ودابا يلاه بالسلامه هاد الساعه وصحتكم وراحتكم.